وسط تحليق مروحي واستنفار أمني مكثف في بلدة سار الواقع غرب العاصمة المنامة، أقدمت قوات أمن النظام على إطلاق قنابل الغازات السامة من خلال مدرعاتها بشكل وصفه شهود عيان بالمتعمد أثناء حفل تأبين الإعلامي البحراني السيد علي الموسوي. وأكدت الأنباء اختناق العديد من المواطنين بعد إغراق المأتم والمنازل المحيطة بالغازات الخانقة والمسيلة للدموع. إلى ذلك هاجمت القوات المشاركين في مسيرة العزاء بالأسلحة النارية المحرمة دوليا، واستهدفت المواطنين بعبوات الغاز القاتلة. أسفر عن الهجوم إصابات متفرقة وحالة وصفت بالحرجة بسبب استهداف أحد المشاركين وهو عبد العزيز العبار بطلقة مباشرة في الرأس. وأكدت عائلة الشاب العبار إجراء عملية جراحية اليوم الاثنين له إثر نزيف في رأسه جراء إصابته بمقذوف ناري في الرأس، بالإضافة إلى إصابته بالرصاص الانشطاري المحرم دوليا، مشيرة إلى أن حالته لا تزال حرجة. من جانبها أعلنت جهة تسمى بسرايا المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن عمليتين استهدفتا قوات أمن النظام المتواجدة في منطقة سار وإلحاق إصابات مباشرة بينهم. يا سلام بالله شاف من البداية.